بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه جديده واخبار جديده هتكون معانا النهارده هتعرفوها تسمعوها معانا في حلقتنا في الاشبال الاهلي استثنائي بكره ان شاء الله هيكون في حفل كبير للنادي الاهلي موسم استثنائي للنادي الاهلي في كل شيء على مستوى الانشاءات على مستوى الانجازات على مستوى البطولات الاهلي زي ما قلت لحضراتكم موسم تاريخي للنادي الاهلي بكره ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب هيقيم حفل علشان الموسم الاستثنائي الموسم اللي تعب فيه كل الاجهزه الفنيه سواء في كره القدم موسم استثنائي خمس بطولات والعلامه الكامله مستر كولر وجهازه الفني وجميع لاعبي كره القدم في النادي الاهلي ايضا كل العاب الصلاه موسم استثنائي ليهم ايضا هاند بول رجال وسيدات ايضا كرة السلة رجال سيدات وايضا كرة الطايرة سيدات ورجال كمان ايضا حققوا انجازات مهمة. علشان كده بقول لحضراتكم موسم استثنائي للنادي الاهلي علشان كده مهم جدا ان النادي الاهلي يوثق والنادي الاهلي يحتفل مع جمهوره بهذا الحدث وهذا الموسم التاريخي. بكرة ان شاء الله الدعوة هتكون على قناة النادي الاهلي. بكرة لكل جماهير النادي الاهلي خليكم مع قناة النادي الأهلي من الساعة الثامنة مساء هيتم نقل الحفل على قناة النادي الأهلي هيكون في مفاجآت وفي احتفالية كبيرة جدا إن شاء الله بحضور كل اللاعبين كل الأجهزة الفنية وأيضا أسرهم علشان الموسم الاستثنائي زي ما احنا شايفينه مع حضراتكم خاصة في كرة القدم اللي ابتدى بمباراة السوبر زي ما احنا شايفين في الشاشة ورايا الأهلي والزمالك كان في الإمارات وقدر يفوز النادي الاهلي 2-0 في مباراه كانت رائعه لكولر وجهازه الفني، كولر اللي ابتدى مشواره السنه دي ببطوله السوبر وكانت مباراه رائعه وقدر يحظى بثقه جماهير النادي الاهلي، والسوبر كمان كان امام نادي الزمالك، فالنهارده ده المنافس التقليدي بتاع النادي الاهلي. ايضا كمان فوز النادي الاهلي بكاس مصر امام بيراميدز كانت بطوله مهمه. فوز النادي الاهلي امام بيراميدز ايضا في السوبر المصري. ايضا فوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه وشفنا المباراه النهائيه امام الوداد وملحمه كرويه عمر جمهور النادي الاهلي ما هينساها. وخاصه المباراه الثانيه في مركب محمد الخامس. وايضا بطوله الدوري العام ارقام مميزه جدا لهذا الجيل اللي يستحق كل التحيه. علشان كده علشان كده موسم استثنائي يستحق حفل تكريم لكل الاجهزه الفنيه. حاجه من الاخبار السعيده اللي اسعدتني انا شخصيا واعلن عنها الكابتن محمود الخطيب هو وجود واحد من نجوم الاهلي واحد من اللي لهم تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي واحد من معشوق جماهير النادي الاهلي انه يتولى مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن مؤمن زكريا. بمجرد اعلان الكابتن محمود الخطيب عن الخبر او تعيين الكابتن مؤمن زكريا زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم مؤمن زكريا مساعدا لرئيس قطاع الناشئين قرر النادي الاهلي تعيين مؤمن زكريا لاعب الاهلي السابق مساعدا للكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين جاء ذلك بعد الجلسه التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكره مع مؤمن زكريا وفي حضور الكابتن وليد سليمان. الخبر ده بمجرد الاعلان عنه شفنا سعاده كبيره عند جمهور النادي الاهلي سعاده كبيره كانت الناس سعيده جدا بمؤمن زكريا نفسها تشوف مؤمن زكريا اللي كان بيصول وبيجول في الملعب وليه مباريات عمر جمهور النادي الاهلي ما ينساها عايزين نشوفه بقى في الخطوه التانية وهو موجود جوه النادي الاهلي في العمل الاداري علشان كده دلوقتي معانا الكابتن مؤمن زكريا على التليفون تحياتي ليك يا كابتن مؤمن ومنور قناه الاهلي يا اسامه عامل اخبارك ايه زي الفل الحمد لله والله بخير الحمد لله اولا مبروك على المنصب الجديد حبيبي والله بلك فيك يعني الحمد لله والله بدات العمل ولا لسه يا كابتن مؤمن اه النهارده النهارده اول يوم اه اول يوم طيب قول لي بقى سعادتك يا مؤمن النهارده وانت بتدخل النادي الاهلي الوضع مختلف انت زمان وانت لاعب لسه صغير في الناشئين لكن النهارده انت مسؤول والنهارده انت نائب او مساعد لرئيس قطاع الناشئين بص اكبر الواحد هو ملعب كان عادي لكن دلوقتي مع مع وليد وكابتن بدر وكابتن نيجي بص اكبر ان الواحد طلع 20 الدرجة الأولى فتبقى مهمة أصعب بس إن شاء الله خير يعني آه. الله المهمة صعبة ومعاك الصح. ومعاك ناس أنت تعرفهم كويس طبعًا الكابتن بدر رجب اللي مربيك و... ومرنك آه. وأنت صغير والكابتن آه. أحمد ناجي اه ووليد ووليد آه. سليمان طب آه. اه الدنيا إن شاء الله تبقى خير الناجي إن شاء الله إن شاء الله كابتن مؤمن في جلسه جمعتك بالكابتن محمود الخطيب مم. ابرز الحاجات اللي قالها لك الكابتن محمود الخطيب في الجلسه دي والله كابتن سامع حضرتك يا عامر هو طلب مني حاجات بس ان شاء الله كنا قد الحاجات الكابتن طلبها مني وان شاء الله اعملها يعني ان شاء بس الله إن شاء الله اقول أطلب إيه يعني؟ كويس. طبعًا خلاص أنت دلوقتي بقى في سرية تامة آه. دلوقتي. كويس. آه. طيب، الحاجة الثانية بقى النهاردة يا مؤمن وأنت موجود في أول يوم النهاردة في المنصب الجديد. وأنت عينك كده أنا عارف إن عينك حلوة في الكورة. ممكن نشوف إن شاء الله الفترة اللي جاية لعيبة في مهارة مؤمن زكريا وفي تهديف مؤمن زكريا؟ إن شاء الله في أحسن إن شاء الله. مني ومن أي أحد إن شاء الله. يعني ان شاء الله بتوعد جمهور الاهلي ان يكون في لعيبه كويسه في قطاع الناشئين ان شاء الله باذن الله رسالتك بقى لجمهور النادي الاهلي يا مؤمن وانت النهارده خلاص بقيت دلوقتي موجود في منصب اداري وعليك مسؤوليه دلوقتي اقول لهم افرحوا ان شاء الله ان نطلع نطلع لعيبه الدرجه الاولى وإن شاء الله خير يعني إن شاء الله إن شاء الله هتحضر الحفل بكرة كابتن مؤمن؟ بإذن الله إن شاء الله هتنور أكيد حبيبي يا فرصة بقى وأنت معايا إيه رأيك في الموسم الإستثنائي بتاع النادي الأهلي ما شاء الله اللي حقق فيه خمس بطولات وده موسم تاريخي للنادي الأهلي أكيد كل بطولة النادي بيلعب عليها فمن حق إن هو يا بس, بس السنة الجاية هتبقى أصعب أكيد السنة الجاية هتبقى أصعب إن إن حق وكل حاجة فالجمهور لازم أنا أنا أنت وكل كل حاجة إن شاء الله إن شاء الله يا مؤمن وإحنا يعني سعداء إنك كنت معانا ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في الخطوة اللي جاية وزي ما أنت معودنا كده عينك حلوة في الكورة وكمان في حاجات لما كنا بنقعد نتفرج على المباريات بتاعت الدرجه الاولى وانت قاعد جنبي تقول لي لو كولر غير دلوقتي فلان وطلع فلان ونزل فلان الاهلي يكسب وكان كولر بيعمل فعلا الكلام اللي انت بتقوله وكان الاهلي بيكسب الحمد لله مم. بنشكرك شكرا الله. جزيلا يا مؤمن وان شاء الله بالتوفيق في الخطوه اللي جايه ان شاء الله شكرا كابتن مؤمن زكريا نجم الاهلي السابق دي من الاخبار السعيده ومن الخطوات المهمه جدا واللي اسعدت جمهور النادي الاهلي مؤمن زكريا واحد من ابناء النادي الاهلي اللي ياما فرحوا جماهير النادي الاهلي باهدافه وبطولاته وباحترامه داخل الملعب فمجرد وجوده ده شيء طبعا مهم وشيء جيد لمؤمن زكريا الامر الثاني واحنا كنا بنتكلم عن موسم استثنائي للنادي الاهلي موسم استثنائي في كل شيء مش في سواء في البطولات بس لا كمان في الارقام التاريخيه اللي حققها كل لاعبي النادي الاهلي في كل الالعاب وكمان على مستوى الانشاءات فرع في التجمع الخامس حاجه رائعه واضافه قويه جدا للبنيه التحتيه للرياضه المصريه فعلشان كده مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كان لازم او كان لازم النادي الاهلي يوثق الحدث ده والموسم ده بحفل علشان يحط مسؤوليه كبيره على اللعيبه الفتره اللي جايه والموسم اللي جاي موسم مهم جدا والبطل ما بيريحش البطل دايما عنده تحديات كبيره جدا للمستقبل وبقول لحضراتكم بكره تابعوا قناه النادي الاهلي من الساعه الثامنه مساء هيكون في ان شاء الله حفل كبير هيكون في تغطيه خاصه على قناه النادي الاهلي وتقدروا تستمتعوا بهذا الحفل الكبير. النادي الاهلي كان النهارده اعلن عن التيشيرت الجديد بتاعه. دايما النادي الاهلي كل سنه ليه ديزاين جديد وليه شكل جديد للتيشيرت بتاعه ودايما بينتظر جمهور النادي الاهلي تيشيرت النادي الاهلي ان الفتره دي النادي الاهلي وحش جمهوره، النادي الاهلي دلوقتي طبعا اللعيبه في راحه ودي حقهم بعد موسم طويل وبعد مواسم متتاليه النادي الاهلي بيريح السنه دي وفتره راحه مهمه جدا، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده تيشيرت النادي الاهلي الجديد بالمعلنين اربع نجمات فوق النجمه تحت اللي بتحمل ال بطوله الافريقيه ونادي القرن داخل لوجو النادي الاهلي حاجه رائعه وحاجه يعني حظت باعجاب جمهور النادي الاهلي وهنشوف من بكره او من مجرد طرح تيشيرت النادي الاهلي في الاسواق هنشوف اقبال جديد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي على شراء تيشيرت النادي الاهلي علشان كده كان مهم جدا الاعلان وبقول لحضراتكم ان الفتره دي فرقه النادي الاهلي وحشه جمهورها طبعا الاهلي في راحه وحق لعيبه النادي الاهلي انها تريح علشان عندنا موسم جاي وعندنا تحديات كبيره جدا. ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي هيبتدي النادي الاهلي الاستعداد للموسم الجديد. الاستعداد لفتره الاعداد ويوم الاثنين القادم هيكون السفر ان شاء الله للنمسا للمعسكر التدريبي والتحضيري للموسم اللي هيكون فيه ان شاء الله بطولات كثيره. فعلشان كده علشان كده كل التوفيق للاعب النادي الاهلي بدايه فتره اعداد قويه تقدر ان شاء الله تساعد اللعيبه في موسم طويل تعالوا نشوف مع بعض الفيديو تقديم تيشيرت النادي الاهلي الجديد لجمهور افضل نادي في القرن العشرين النادي الاهلي المصري في القاره الافريقيه كان برومو تقديم تيشيرت النادي الاهلي الجديد لجمهوره ان شاء الله لا مجرد اعلان طرحه في الاسواق هنشوف اقبال كبير جدا عليه ايضا النهارده حلقتنا كلها اخبار ايجابيه من الاخبار الايجابيه هو تهنئه النادي الاهلي لمجلس اداره نادي الاسماعيلي في في نادي الاسماعيلي تولى مجلس اداره جديد قياده الاسماعيلي بمجرد تولي مجلس جديد لاداره الاسماعيلي شفنا النادي الاهلي بيبعت برقية تهنئة للمجلس الجديد بيتمنى له كل التوفيق يا ريت لو معانا الخبر نعرضه على الشاشة دي من الأخبار المهمة جدا دي من الأخبار المهمة جدا ودي بتنم إن النادي الأهلي بيمد إيده للجميع النادي الأهلي وهو كبير الرياضة المصرية بيتمنى كل التوفيق لنادي الإسماعيل النادي الإسماعيلي واحد من الأندية اللي ستظل كبيره في الكره المصريه نادي الاسماعيلي من الانديه اللي ليها تاريخ كبير نادي الاسماعيلي كان اه الفترة اللي فاتت او السنين اللي فاتت كان عنده بعض الصعوبات في الدوري الممتاز لكن ان شاء الله مع المجلس الجديد نشوف بعض الصعوبات دي يعني الامور تبقى افضل بقاء الاسماعيلي يبقى من الاول الاسماعيلي يبقى ليه شكل مختلف ان احنا كره الاسماعيلي ونادي الاسماعيلي كلنا بنحب نادي الاسماعيلي وكره نادي الاسماعيلي وبالمناسبه يعني دايما نجوم الاسماعيلي الكابتن علي ابو جريشه كابتن سيد بازوكا كل نجوم الاسماعيلي الكبار بتجمعهم علاقه ود وحب واحترام مع نجوم الأهل وهي دي العلاقه المحترمه اللي هتظل البعض لعب على يعني تسخين الاجواء في بعض الاحيان ليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي الاسماعيلي ما يجيش ما فين كل الكلام دوت البعض كان واخد المواضيع دي علشان دايما يحط اجواء ملتهبه بين الاهلي والإسماعيل لكن هي دي العلاقه اللي تظل بين الاهلي والاسماعيلي الاسماعيلي نادي كبير ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه محمد ياسر محمد ياسر كنا جبناه في الحلقه السابقه محمد ياسر هو واحد من لاعبي النادي الاهلي المعارين الى الدوري التشيكي تابعناه في الحلقه اللي فاتت ما شاء الله بيقدم بيقدم مستويات جيده مع نادي في الدوري التشيكي بيلعب في الدوري التشيكي في الدوري الممتاز السنة دي من قبل المدير الفني معجب بيه ابتدى معاه فترة إعداد قوية مع بداية الدوري بيشارك بصفة أساسية آخر أهدافه كان فريقه خسران 1-0 نزل في الدقيقة 85 أمام سبارتا براج التشيكي وزي ما احنا شايفين الهدف وقدر يحقق أو يحرز هدف التعادل محمد ياسر هو مواليد 2001 يعني منتخب اولمبي مستر, ميك... مستر ميكالي اعلن عن اسماء لاعبي المنتخب الاولمبي بالامس المحترفين ثلاثه محترفين ولم يتواجد محمد ياسر من ضمنهم. اتمنى هنا من المنتخب الاولمبي اللي احنا بنشيد بالجهاز الفني مستر ميكالي وكابتن والرياض وكمان كابتن محمد بركات المشرف على المنتخب نظره النهارده عندك لاعب بيلعب في الدوري التشيكي دوري قوي بيلعب بصفه اساسيه النهارده لاعب خامه مبشره وخامه مميزه وزي ما احنا شايفين هو ده هو ده الهدف معانا محمد ياسر لاعب بيمتاز بطول القامه ودي اول اهدافه السنه دي في الدوري التشيكي ما شاء الله شايفين القوه شايفين قطع على العرضه الاولى بيحط بدماغه في الزاويه البعيده يعني النهارده مميزات لاعب مهاجم واعد وصاعد وان شاء الله يكون مستقبل للكره المصريه والنادي الاهلي محمد ياسر فالنهارده نظره بقى نظره من الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي زي ما بتشوفوا الناس كلها لمحمد ياسر دي هتفرق كمان معاه معنويا كتير جدا مشاركاته هتحط قدامه حافز ان الناس والمسؤولين في المنتخب الاولمبي عينيهم عليه فان شاء الله احنا عندنا ثقه في الجهاز الفني زي ما كان فيه أداء في اداء رائع في كاس الامم الافريقيه الاخيره برضو احنا عندنا بعض القصور في مركز راس الحربه في منتخب مصر الاولمبي فالنهارده عندك الحل عندك الحل السحري والحل البديل فالنهارده ان شاء الله يكون محمد ياسر متواجد خلال الفتره القادمه وكمان دخل ضمن التشكيله المثاليه للجوله الخامسه في الدوري التشيكي لو عندنا الجوله لو عندنا شباب ممكن نعرضها على الشاشه دلوقتي طيب هيجيبوها دلوقتي ده برضو شيء بيدل ان هو ماشي النهارده بخطة جيده في الدوري التشيكي والنهارده من اول الدوري اتلعب خمس مباريات شارك فيهم كلهم ممكن بعض المباريات نزل بتج... يعني في, التشكيله الاساسيه وبعض المباريات كان احتياطي ونزل زي المباراه السابقه امام سبارتا براج وقدر يحرز يحرز فيها هدف فالنهارده دخل من ضمن التشكيله الاساسيه في الجوله الخامسه فالنهارده ده شيء جيد محمد ياسر واحد من اللعيبه اللي كان قطاع الناشئين جابهم من خمس سنين من شربين من محافظه الدهليه وبعض وده كان من ضمن العناصر اللي اضيفت لقطاع الناشئين بدا يتمرن لما جت فتره الاعارات للتشيك طلع بعض اللاعبين من ضمنهم محمد مغربي اللي موجود دلوقتي في سموحه اعاره في نادي سموحه وايضا متواجد في المنتخب الاولمبي كان من ضمنهم محمد ياسر محمد ياسر استمر هناك هناك الصعوبات اللي قابلها في البدايه حته اللغه النهارده تغلب على النقطه دي تعلم اللغه هناك بدا يتعامل اتعود على الاحمال البدنيه في الدوري التشيكي وكنا في الحلقه السابقه كان من قال من ضمن الحاجات اللي بيعاني منها وبيلاقي فيها صعوبات اول حاجه اللغه وقال لي تعلمتها تاني حاجه الاحمال البدنيه قال لي هنا التمرين خاصه الاحمال البدنيه كبيره جدا وعنيفه ففي البدايه ما كانش مستحمل الامور دي دلوقتي ما شاء الله عليه هو ده صوره محمد ياسر وهو النهارده اللي على اليمين اللي واخد سبعه وسبعه من عشره محمد ياسر في تقييم التشكيل المثالي لجوله للجوله رقم خمسه من بطوله الدوري التشيكي نتمنى لك ان شاء الله محمد كل التوفيق وقريبا تكون موجود في المنتخب الاولمبي نروح بقى لفاصل وبعد الفاصل اول فقراتنا مع الاستاذ محمد صادو عندنا فقره مهمه جدا ارشيف الصحافه هيكون معانا منشتات معانا صور قديمه لنجوم كبار هنشوف ده كله ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد نروح بقى لفقره ارشيف الصحافه والذكريات الجميله معانا النهارده صور بقى ومنشتات لمباريات مهمه جدا كانت في قطاع الناشين وايضا صور لنجوم كبار من زمان معانا النهارده صاحب مؤسسه الارشيف العربي الاستاذ محمد صادق اللي جايب لنا النهارده صور تاريخيه بقى هنقعد نتكلم عنها هنشوف معاه وارشيفه في ايه النهارده من قرنا استاذ محمد ربنا يخليك يا كابتن جدا على ثقتك فيا والقناه الجميله بتخلينا عايز نجيب كل حاجه حلوه ولو كنا على الناشئين احنا شيء مهم جدا انا بحب اقول كلمه الاشبال دي لان اساس اي فريق كبير هو ناشئين لو نرجع تاريخ الناشئين في تاريخ النادي الاهلي عظيم جدا لو قلنا من العشرينات والثلاثينات والعربيات وانت لغايه دلوقتي الناشئين هم كانوا القاعدة الأساسية طبعاً. لنجاح النادي الأهلي م. أغلب بطولات النادي الأهلي جابها ابنائه اللي هم كانوا من بدايتهم من ناشئين م. من 10 سنين و8 سنين وحضرتك طبعاً أكبر مثال بزائد حضرتك من ناشئين النادي الأهلي كل كبار كابتن علاء ميهوب <applause> أستاذ صلاح الدين كل النجوم الكبار أساساً من النادي الأهلي واللي جه من بره الأهلي في ناشئين النادي الأهلي م. تطبع بطبعهم وبقى أحد ما عملش النادي الأهلي خلي بالك واحنا كنا بنختار اسم للبرنامج في وجود رحمه الله عليه الاستاذ خالد توحيد الله يرحمه فكنا بنختار اسم للبرنامج وكان مشارك معانا طبعا الاستاذ محمود شاوي رئيس التحرير طبعا فاخترنا اسم الاشبال اسم الاشبال رجعنا للكابتن مصطفى حسين ابو الاشبال الله وخدنا برنامج الاشبال كان هو اسم البرنامج بتاعنا طبعا ولما نرجع لكلمه أشبال دي ونتشوف معانا النادي الاهلي م. ازاي كان بيعد النشء اعداده أدبيًا وثقافيًا قبل رياضيًا، النادي الأهلي ك... ك... كمبادئ وكلمة ربنا عليها في النادي طيب. الأهلي، إزاي بنقول؟ أنا لما حبيت أطلع معاك كابتن، مم. أنا كنت أجيب الصور على الشاشة ونتكلم عنها وخلاص، مم. لا، الناس تعرف إن أنا جايب الحاجة الأصلية، مم. مش جايب حاجة من على النت، حاجة مصورة. أنت أنت بالكلام ده كله. طبعًا، أنا عندي تاريخ مصر، مم. أنا أشكرك أديتني 30 سنة أتكلم عن نفسي، مم. عندي تاريخ مصر السياسي، الفني، الرياضي، الاجتماعي. جورنون كتاب مجلة صورة فوتوغرافية ومهنتي تعتبر رسالة وليس منها فقط لأنها بتورثها عن جدي جدي من 120 سنة أنت كده أنا هطلق عليك زي حواس الرياضة الله ده شرف ليا السياحة والرياضة طب قول لنا بقى أرشيفك فين النهاردة؟ النهاردة عايزين نبدأ بحاجة حلوة مم. عندنا حاجة ستينات وحاجة سبعينات وحاجة تمانينات بس أنا عايز أجيب إيه؟ آه. حاجة كده كانت شدتني وأنا بتابع الناشئين آه. إزاي في أوائل السبعينات 72 اتعامل ماتش تحت 18 سنه بين الاهلي والزمالك مم. وكان في دوره 18 سنه تمام وازاي اتفاجئنا بع... بعنوان كبير آه. الاهلي من يهزم الزمالك 7 1 معانا المنشيت هنا آه. الاهلي اه يفوز يعني... على الزمالك اه هنا شكرا 7 آه. 1 آه. الصوره جايبه مين اه ربنا يحفظه الكابتن الخطيب في بدايته مع ناشئين نادي آه. الاهلي في 18 بعد اول مشاركه من نادي النصر ها وازاي الماتش ده السبعة من ستة واحد لا سبعة واحد, سبع واحد, سبع واحد سبحان الله آه يعني أول ماتش الأهلي يفوز على الزمالك سبعة واحد بسهولة آه ويؤكد استحقاقه لبطولة كرة القدم تحت 18 سنة سبعة واحد أول جون جابه الكابتن مصطفى آه يونس كان اليوم ثاني جون كابتن الخطيب ثالث جون كابتن الخطيب برضه وكابتن محمود عبد, عبد السميع في يعني هنا طب طب, طب طب نقول تشكيل الأهلي جميل مثل الأهلي الكابتن حسن, حسن احمد حسن 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 اتفضل يا آه. كابتن. كابتن كابتن مصطفى زهران آه. ومصطفى يونس حازم ومحمد عبد السميع, عبد السميع ومحمد عبد حلمي ومحمود عبد الفتاح وسمير مصطفى عمر وعادل يسري ومحمود الخطيب ونبيل آه قول انت الزمالك الزمالك ماشي يا كابتن عاطف <applause> امام محمد وحيد وعبد المقصود وعنتر سعيد وامير عبد الغني واحمد اسماعيل حافظ هاشم وحسين عبد المنعم جمال الزواوي جمال الزواوي كابتن جمال الزواوي هو اللي جاب الهدف الوحيد للزمالك آه. وعادل زاهر ومحمد عثمان ومجد كريم آه. وحكم المباراه احمد بكر وعاون محمد حسام الدين طبعا م. كابتن معروف آه محمد ابو الحسن آه. ازاي المباراه ديت جميله جدا وكانت بدايه الكابتن الخطيب الجميله جدا م. وكان لافت النظر الكابتن الخطيب لمهاراته العاليه جدا م. كان مميز جدا واهداف رائعه <متحدث> في الماتش ده كان دي بدايه معرفه الجمهور بالكابتن محمود الخطيب <متحدث> ايه اللعيب اللي ظهر مره واحده كده في الناشئين ويخلى اول هزيمه كبيره الناشئين سبعة واحد وكانت هذه ايه اكبر هزيمه للناشئين بعد كده بقى هنخش بقى لا ده استنى ده آه المباراه دي لها قصه انا سالت الكابتن فتح نصير عليها كان هو المدير الفني مظبوط كان فتحي نصير قال لي انا كنت مدير الفني لفريق الشباب ووقتها الكابتن صالح سليم مدير الكوره طلبت من الكابتن صالح اللعيبه بتاعة الدرجه الاولى عشان تلعب معانا فريق الشباب فالكابتن صالح ادانا اللعيبه وجه الكابتن صالح قاعد في المقصوره في ملعب مختار التتش عشان يتفرج بقى على المباراه مزبوط. المباراه كانت في ملعب مختار التتش ايوه فالكابتن فتحي بيقول لي اول 12 دقيقه الزواوي الكابتن زواوي جاب الجول فينا ايوه خلاص 1 0 فبقول لي انا ببص في المدرج لقيت الكابتن صالح قاعد فقلت النهارده اليوم مش شابة ولا بد ولا ايه فبقول لي بعدها تعادلنا كابتن مصطفى يونس بعدها كابتن خطيب جاب الثاني الثالث والرابع وكابتن عادل يونس بعدها ستاح مدحت ايوه اه وكان فاز جاب الاهلي سبعه وكانت قصه جميله آه. وبعدين آه. احنا ما دام جبنا بالذكر يعني آه. الكابتن فتحي السيور له دور كبير وعظيم ومحترم آه. في تاريخ النادي الاهلي كتدريب يعني قيمه وقامه طبعا آه. ولما بيحكي حاجه بيحكيها مظبوط والمباراه دي من اجمل المباريات لانها معرفه الجمهور المصري بالكابتن محمود الخطيب. هقول لك بقى الاهداف قبل أيوة. ما نروح للصوره الثانيه سجل الزمالك في ثلاثة 13 الكابتن زواوي ايوه الاهلي كابتن مصطفى يونس ايوه آه كابتن محمود خطين. الخطيب جاب الثاني والثالث والرابع مظبوط كابتن عادل ورد. يسري جاب الخامس الكابتن محمود عبد الفتاح تاعة. جاب السادس والسابع جاب اه وكانت مفاجاه كبيره وكان الناس يعني كانت ساعتها اكبر هزيمه مم. الاهلي يلحقها بنادي الزمالك مم. وكان ساعتها الناشئين برضو كان الجمهور بيروح كتير طبعا وكان اهتمام القيادات في نادي الاهلي كمجلس اداره كمشرفين على الكوره كابتن صالح حسين كان الناس كلها بتقف تقدير واحتراما ليه فكانوا هم كانوا مبهورين اه وكلام حضرتك صح لما بدخل الجون الاول الملعب كله شد والجو واللعيبه حتى اللعيبه فطبعا ده تاريخ جميل نروح بقى للصوره الثانيه ايوه ابو الاشبال الكابتن مصطفى حسين أوه. تاريخ كبير مع الاشبال في النادي الاهلي الصوره هتتكلم عن نفسها ايوه شوف بقى هنا حضرتك ملعب مختلط تش واللعيبه حتى اللي جوان الثلاثه حلوين دي آه. آه حاجه حلوه حسام وايمن ووائل كابتن قاعد هنا اهو كابتن مصطفى حسين كابتن مصطفى حسين هو اللي حاطط رجل على رجل ايوه في الملعب والتمرين كان في ملعب مختار التتش شوف ملعب مختار التتش عامل ازاي يا كابتن اه الجماهيري اللي ورا مع التغيير دلوقتي بقى وطبعا الاضاءة والارضيات وبتاع شوف بيقول لحضرتك شوف الكلام آه. مدرسة مصطفى حسين حسين قدمت للأهلي 90% من مشاهير الحمر اه يا سلام هو بي مش بيقدم بس للأهلي ده بيقدم للكرة المصرية اه يعني كوتش تشوف تاريخ النادي الأهلي كله ها وارتباطه بالايه آه بالمنتخب المصري ازاي ان الناشئين بتوع النادي الاهلي آه لما صعدوا في النادي الاهلي بقوا يفيدوا كمان المنتخب إيه الوطني آه ده في اوائل يا كابتن اقول لك بقى بعض الاسماء التسعين في 90% اللي طلعت من المدرسه دي آه بص يا هاني مصطفى آه. ايوه حفظ الالقاب طبعا للجميع طبعا عصام عبد المنعم فتحي مبروك عبد العزيز عبد الشافي شريف مدكور صلاح مام. حسني صفوت عبد الحليم سمير حسن اكرامي مصطفى يونس ماهر همام حازم خالد مصطفى عبده محمود الخطيب وكثير وكثير لا ما شاء الله آه. وهنا كمان يا كابتن شوف الصوره وجايبين وراه البرج على طول مصر الصوره حلوه ازاي شوف الجمال وكمان يشكر شكرا للمخرج يعني في صوره بعديها كمان آه جت مكمله عندي المو... دلوقتي آه انا عايز آه بس حضرتك آه تعلق على الصوره بتاعت صالح كابتن صالح سعيد ده ده الحفل التفوق في الدراسه وكان بيتعمل حفل لتكريم الناشئين شفت شاب ناشئ قد ايه والكابتن صالح سيم ازاي في مقامه يقف ازاي بيحترم النشئ من هو صغير فرقه 15 وهي قاعده هنا شوف بيطلعوا كده يعني في صوره هنشوفها الكابتن تامر حفني والكابتن وليد والكابتن وهم طالعين لسه أوه. في فريق البراعم شوف أوه. هنا قاعد ازاي يعني الصوره دي تحس ان هو مش 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 مدير القطاع او مدرب لا, لا هو اب اب ودول اولاده وكل واحد أوه. مستني الفرصه عايز يمسك فيها أوه. وقاعدين مستنيين بكل يا يعني يا جماعه الاهلي فعلا يعني تاريخه بيقول كل حاجه، آه. الصور بتقول التاريخ بيقول الوسائط بتقول ان الاخر تاريخ عظيم م. وعشان كده مؤسسه محترمه م. وجيل بيكمل جيل وجيل بيكمل جيل. م. الصوره اللي بعد كده في صوره بقى انا جايبه برضه جايبه برضو عن الناشئين بعديها هتعجبنا قوي آه. قبل ما نخش بقى في بطوله 85 ودور الناشئين مش عايزين في دور الستينات لما الاهلي كان عنده مشكله ولعب بناشئين وكسب الزمالك كان كابتن ريعو 3-0 هنجيلها. اه ايوه دي كيف احتكر الشياطين الحمر البطولات أيوة. مين يكسب النجوم ام الناشئين بص يا كابتن بقى هنا آه. الفرقه دي اللي طلع منها الفرقه اللي كسبت نادي الزمالك وعملت مفاجاه كبيره 3 2 ودي ما ننساهاش طبعا كبدات نجوم كبار اه منهم كابتن حسام حسن كابتن ابراهيم حسن كابتن بدر رجب كابتن محمد السيد زيزو كابتن محمد سعد بعد كده كابتن شمس ال 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 حامد الشت اللي على الشمال ابو الاشبال الكابتن مصطفى حسين طبعا بيقول انتظروا زيزو, زيزو واكرامي, وإكرامي وهم لسه في الناشئين تمام تنبأ ليهم انه ما يطلعوا درجه اولى ويبقى ليهم بالظبط في صوره هنا تحت انا كبرتها عملتها لوحدها آه وكانها مش هقول طبعا مش تدخلي انها سؤال حلقه او كده آه الشاب الجميل اللي تحت كده اه هنجيبها كمان شويه هو آه صوره مصطفى حسين المدير الفني لفرق الناشئين شوف القعده اه ناس ناس كتير تسمع عن الاسم أوه. لكن الشكل بالنسبه له ما, ما شافوش الكابتن مصطفى حسين فعلشان كده لاول مره بنعرض النهارده الكابتن مصطفى حسين يعني صور كتير من بدايه فقرتنا مع الاستاذ محمد صادق خاصه عن ابو الاشبال الكابتن مصطفى حسين ومش هنبخل احنا النهارده جبنا جزء بعد كده هنتكلم مع دول ناس ثانيه كبيره كابتن عمرو ابو المجد يعني طبعًا كل التاريخ هنجيبه دي لسه البدايه النهارده حلقة آه عايزين ندي كل واحد حقه <applause> الكابتن مصطفى حسين لقبوه بابو قال ايه؟ ابو الاشبال ابو الاشبال شوف هنا ظريف آه ممكن كان يقول له ما تجيبهاش اجيبها بس انا جبتها يعني انا اسف يعني آه. طريقه يعني جميله في ايه؟ آه. ان ازاي كان الاستثمارات في اختبارات النادي الاهلي والكابتن مصطفى حسين قال لهم يا جماعه احنا نعمل حاجه اسمها ايه؟ كل ناس يجي يعد استماره يدفع آه جنيه جنيه طب الجنيه ده يروح فين قال لك لا ما كان ساعتها كان في ازمات ماديه طبعا. على مستوى كان يعني لا كانت الامكانيات مش زي دلوقتي ضعيفه جدا وفكره الاختبارات والانديه بتعمل استمارات دلوقتي بقت منتشره في كل الانديه ابتداها كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال من السبعينات بجنيه اه قال لك الجنيه دوت شارح هنا احنا واخدين الجنيه ده عشان نعمل ايه يطلع منا حصيلته ها صندوق رعاية الناشئين وتخصيص استثمارات واعضاء النادي والصندوق بس كل حاجه بيجيبها هنا ان ازاي كان الجنيه وكان ما كان كله بقى آه. بتعبير الجنيه ده اه بيتفرق ما بيجمعوا المجموعه ده خلي بالك الكابتن مصطفى حسين بيسالوه له طب جنيه مش كتير في الوقت ده طبعا قال لهم لو الجنيه كتير ما كناش شفنا الاعداد الكبيره دي ما شاء الله اه كان بيقول بيجي يعني في 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 10,000 ناشئ في اختبارات النادي الاهلي الكلام ده تكلم في السبعينات ده عدد كبير جدا طبعا. <applause> إن... اه ده, ده حتة دي الفكر كمان النهارده وانت بتاخد الـ الـ العائد من الاختبارات دي اول حاجه انت بتصرف مكافاه للعاملين مزبوط. والناس اللي شغاله في الاختبارات تمام تاني حاجه انت بتعمل صندوق لرعايه الناشئين بتخصص منه 25% من قيمه الاستمارات دي للرعايه ل... لرعايه اللاعبين طبعا يعني والناشئين طبعا طبعا, طبعًا ملابس وكور وارضيات وأجهزة وكل حاجه يا كابتن التاريخ بيقول نفسه يعني في حاجات يعني كان زمان على فكره كابتن كره القدم الاهلي بيرسم الطريق وكله بيمشي وراه هي مدرسه يعني سابق طبعا آه دي مدرسه نموذجيه بتطلع واحد تاني عايز يعمل زيها كده يعني لكن هو التاريخ نرجع ليه نقول ان الناشئين هي القاعده اللي بيتبني عليها الاهلي بيبني عليها تاريخه هو ناشئ النادي الاهلي مم. في كل ازمات وتاريخ النادي الاهلي مين اللي كان بس النادي الاهلي؟ مم. ابنائه ناشئيه على جميع الاصعده والتاريخ بيقول كده في الستينات في عز كبوت النادي الاهلي طلع الناشئين وكسبوا الزمالك 3-0 طبعا السايس وريع وفرقه كانت عظيمه قوي مم. في الثمانينات كنت انا في الاستاد وكان عندي 13 سنه وكنت بعوت يا رب الاهلي يتغلب بس 1-0 ونتعادل عملنا مفاجاه كسبنا 3-2 الزمالك آه. الزمالك بقى بالنجوم الكبار مع لسه كل لسه هنيجي للمانشيت ده معانا آه لا انا هنجيب انا طيب نروح للمانشيت اللي بعديه ماشي آه. شباب الاهلي يهزم كبار واربعه دي كانت مباراه وديه بين شباب الاهلي ايوه و... وبين الفريق الاول و... ونجوم الكبار آه. وخلصت كان بيحسب 4-3 بس هنا الجمال بقى في حاجه اه هي هو الماتش دوت كان في 68 مم. 1968 سنة 68 المباراة دي ايوه أوه. انا جبتها عشان الناس تشوف الناشئين في الوقت اللي كان اسمهم مين أوه. والنجوم الكبار كانوا مين دي طب احنا عايزين نسمع عشان الناس اللي بتتابعنا دلوقتي تشوف شباب الاهلي كان فيهم مين أوه. ونجوم الاهلي كانوا مين حضرتك الشباب طبعا وانا خليني في الايه؟ <applause> <applause> الشباب <تصفيق> سمير كابتن, كابتن سمير عبد. كابتن, مح كابتن محسن حشمه وهاني وحسن حمدي كابتن حسن حمدي كان في الشباب وقتها آه آه. وحمدي خيري ومحمود رشدي وكرم زايد ابراهيم عبد الصمد وعادل طعيمه وشريف مدكور ومحمود عزة آه. ده كانوا شباب النادي الاهلي ده اسماء ما شاء الله اسماء طبعا كابتن عادل طعيمه ما شاء الله آه. رب يديه الصحه وكابتن شريف مدكور كابتن حسن حمدي كلهم اقامه آه. ها شوف بقى الناشئين لهم يعني قريبين منهم وازاي كانوا ازاي بياخدوا بيت بعض الفريق الكبير بقى كان مين بقى؟ كابتن عصام الحارس اه عبد العزيز اه صالح هشام صلاح فو... كابتن فؤاد ابو غيده كابتن اه الشربيني كابتن سمير حافظ <applause> الكابتن طارق سليم رحمه الله وكابتن اباظه ومحمد <applause> شاكر ومصطفى <applause> عبد الغالي <applause> ولمعي والكابتن طه آه اسماعيل ربنا يديله الصحه و... وزقلط وصلاح حسني ما بين قوسين اه انه نزل ايه احتياطي اه اه <متش> شوف يعني الماتش ده خلص الماتش ده 68 4 3 اه وكان ماتش يعني ازاي كانوا يعني حاجات البسيطه دي, دي الشباب الصغيرين بيكسبوا الفريق الاول وخد بقى حضرتك الفتره دي الكوره راكده كان بعد هذه آه سبعة 67 بدات يعني مشاكل كتير وكان ساعتها الاهلي ليه دور وعي وقومي ودور طبعاً مهم جدا طبعا المجهود الحربي لما كان طبعاً. بيلعب مباريات خارجيه وكان يدي المجهود الحربي بيروح لل ما شاء الله يعني كنت عايز اقولها والله طبعاً. وكمان كان مباريات لانديه القناه اه وكان بيجيب انديه القناه تيجي عنده هنا في في مختار التشيتش وتدربوا عن دومي إقامة وقامة كامله مش انا اللي بقول انا ما عشت الايام ديت ده التاريخ اللي معايا طبعا التاريخ. <applause> التاريخ 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 <applause> زي ما اللي التاريخ بيقول النادي <applause> الاهلي آه. ايه هو وايه تاريخه العظيم <applause> مش احنا اللي بنقول لا التاريخ واجدادنا اللي نشوف اللي بعد كده في حاجه ثانيه بقى الاهلي أيوه؟ يهزم الزمالك 2-0 آه. ويضمن بطولات تحت 19 و17 21 وكعاده النادي الاهلي بيحتكر جميع البطولات في الناشئين. شفتوا بقى انا مش من عندي الكلام دوت هو آه. موجود اهو. الصورتين بقى اللي معانا دول كابتن حسام آه. البدري آه. والكابتن حاتم الكردي حاتم الكورجي. الكردي رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. حاتم الكردي ده يعني انا فاكره كان طبعا بيلعب مع فريق الشمس زمان ربنا يرحمه. كان واحد وكنت عن واحد من المهاجمين اللي جم في الناشئين الافزاز ما شاء الله بيسجل ممكن في المباراه الواحده ثلاث اربع اهداف في الموسم الواحد ممكن تلاقيه مثلا جايب له 40 50 هدف لا كان حقا حقا. كان حاجه فزه وكان عندي ارشيف وحاجه آه. عظيمه وبص يا كابتن انا اسف في يعني بصوا في هنا ده سنه كام الماتش ده؟ تسعة تسعة وسبعين خمسة اتنين تسعة وسبعين في فبراير آه. شوف ازاي التاريخ بيحافظ على الناس آه. شوف اي حد في تاريخ النادي الاهلي م. رفع راس ناديه او حقق له بطوله ها م. او عمل حاجه كبيره للنادي التاريخ بيذكره بعد 40 و50 و60 سنه طبعا يا ده قرص التاريخ ده قرص يعني اللعيب ينزل بيخش يلعب كوره من هو ناشئ وبنجم نجم كبير م. ها أو بياخد حقوق الماديه وكل حاجه لكن بيفضل مع النادي لغايه اخر لحظه في حياته او بيقف معاه التاريخ بينصفه يقول لك الكابتن رفع نص النادي الاهلي، طيب. الكابتن حصل 15 بطوله، وطبعا التاريخ بيقول كده. نشوف اللي بعديها برضه. الصوره الثانيه اللي بعد كده. اه. اه. كان في زمان كده حاجه ظريفه بتنزل في اخر ساعه. بس <applause> ايوه. اه. دي آه. دي كانت مجله ايه؟ اخر ساعه كانت بتنزل ملحق زمان. اه. بدأيته في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات. اه. عن الكوره، فكانوا بيعملوا صفحتين كده حلوين مم. عن الناشئين. فشدتني آه انا كنت قاعد مع كابتن هاني والكابتن تامر هنشوف دلوقتي اول صوره شمال هنا اه هاني رمزي جوده ده الكابتن هاني رمزي اه, آه. بدايه حاد في اوائل الثمانينات دي آه. يعني الصوره دي في اوائل الثمانينات وازاي هنا وكمان الكابتن هاني يعني بيعتبر من الناس ان الاهلي قدمهم مباشره للاحتراف آه. من اوائل اللعيبه ان الاهلي ما استخسرش فيه الاحتراف وقال له بعد س... ولسه صغير وبادئ في النادي احتراف قال له اطلع م. انت واجهه ونفع بعد كده منتخبه ونفع م. بلده ونفع نزيه ان ازاي ان الاهلي ما كانش عقبه في اي واحد عايز يحترف تمام تحت, تحت الكابتن رمز الكابتن تامر حفني هو دلوقتي شغال م... المدير الفني للبراعم دلوقتي في النادي الاهلي في قطاع الناشئين جميل وقعدت معاه وانا بسجل شخصيه جميله كابتن جميل جدا شوف التاريخ احنا بنتكلم ده... ده حاجه و80 يعني بنتكلم في 40 سنه 40 <applause> سنة هتشوف اه دول فضلوا في ناشئين النادي الاهلي وما سابوش نادي <applause> الاهلي ولعبوا في النادي الاهلي هم. وموجودين في النادي الاهلي وبرسمهم كابتن ايمن بسيوني كابتن احمد اه يونس هنا جايبين لقطات أه. مختلفة وكان فينا تعليق للكابتن هاني مصطفى اه, أه؟ بيقول لك ساعتها كانت كفات قليلة جدا أه. يعني ما كانتش في كفاءات كثيرة البراعم بيطلع منهم اثنين ثلاثة رهيبة زي الكابتن تامر زي الكابتن هاني رمزي ها كابتن محمد يعني عايز كان ساعتها بتوع <applause> الاهلي يعني صادقين جدا في احاسيسهم <applause> يقول لك لا لا لسه اللعيبه فيه بيطلع منهم اثنين بس مفيش الكم الكبير آه عايزين أكتر اكثر <applause> فالتاريخ بيقول كده الخبر اللي بعد كده ايوه عدية الاهلي لجمهوره آه فوز فوزه على أشبال الزمالك 2-1 2-1 ده ماتش بقى 1976 وكان بتقام على استاد مختار التتش اه وازاي ان الماتش دوت بقى اهو وكان ده الحدث ده اهو بص يا كابتن كان في جورنان المسبوس اهو معانا هنا الجورناني الاصلي اه 1976 اه ليه انا بقى انا المفروض يعني ما أطلعش طلعش الجورناني لما قال واقول كده واتكلم بس عشان الناس تعرف عندك هوايه انت بتحب تحتفظ بالحاجات دي يا استاذ محمد يا فندم بقول لحضرتك رساله ما فيهاش سامحنا مم. الكتاب والجرنان والمجال حتى الصورة الفوتوغرافية لو آه. لنا نصيب نيجي حاجة تانية هتيجي صور نادرة جدا ما حدش شافها مم. وبعدين أنا عندي الأرشيف اللي مش موجود في أرشيفات الأخبار والأهرام. كل ده موجود لكن كان زمان جراد والمجلات اتقفلت آه. وما أرشيف مم. أنا بجيب ده فبيزود ها من أي حاجة بتكلم عنها بمصادر مختلفة معانا الخبر اللي بعد كده أيوة. كان في بدايه الحاله كان معانا كان معانا مداخله لنجم الاهلي مؤمن زكريا اجابت بالصدفه والله أوه. انا ما اعرفش ان الكابتن مؤمن هيتكلم النهارده <applause> صوره نادره وهنا مؤمن زكريا بقى في قطاع الناشئين وطبعا جاب محمد ابراهيم حاجات ماندو أوه. كان واحد برده من نجوم الناشئين واحمد ممدوح لا ده هنا بقى ازاي الاهلي احنا جبناها دي وانا جايبها بالصدفه لان انا بحب الكابتن مؤمن زكريا اه وانبسطت جدا ان النادي الاهلي خد الخطوه ان هو يبقى يعمل في النادي الاهلي شيء جميل الكابتن بيتكلم مش قادر يعبر على امتنانه وانبساطه ان الاهلي بيقدر اولاده م. ومعاهم في كل وقت. وكابتن مؤمن زكريا الجميل وياما فرحنا كتير يعني وزي احمد والكابتن شوف لعيبه كتير يمكن في اللي كمل وفي ما كملش وكان ساعتها مين بقى؟ الكابتن ضياء السيد كان مدير فني م. والكابتن اكرامي كان ايه؟ مدرب الحراس مساعد الكابتن محمد سعد ولعيبه كبار تلاقي النادي الاهلي اجيال بتسلم بعض اه وبعدين ده آه. مسك ده مشي ده مي... كله خدمه واحده لسه آه. برضه في حاجة تانية الخبر الأخير بقى معانا اه ده بقى أشبال الأهلي دي المباراة اللي أنت 3-2 آه, اه بس قبل ما أتكلم آه. أرجو في خبر يخص حضرتك أنا كنت حاطه في الآخر يا رب ما ننساهوش آخر حاجة في فف... دارو فاجئني على الهوا ولا اه اه والله <applause> أنا قعدت اتفقت ما, ما حدش يقول المهم هنتكلم <applause> عادي بقى اه ازاي الاهلي جه في عصره في خمسة 85 مم. كان في مشكله في نادي الاهلي فقال لا الاهلي قال لك لا المبادئ والقيم والاخلاق نلعب بالناشئين فالزمالك مش مصدق الزمالك راح كسب جمهور احنا النهارده هنتفرج على هنكسب النهارده سته سبعه زي آه. ما احنا عايزين دول آه. اولاد صغيرين آه. وكنا مشفقين على الاولاد اتفاجئنا آه. بالماتش ان الماتش بادي كده والزمالك ايه بقى؟ في كمين بقى كوالش وابراهيم يوسف كابتن فرج جعفر مع حفظ الانقاب لعيبه جامده جدا آه. وفاجئنا ان الماتش يخلص 3 2 للنادي الاهلي مم. كله سعداء احنا كهلوية خارج مش مصدقين على اليمين أيوة. هنا كابتن, كابتن محمد السيد تحت أيوة. 21 سنه كابتن بدر رجب المدير الفني قطعنا النشيد دلوقتي تحت 20 سنه احنا جبنا النهارده حاجتين ماشيين مع اللي احنا يعني شوف تواجب العصر من 30 سنه يعني ده ده من 38 سنه مم. ازاي يواكب العصر ها الماتش ده ما يتنسيش مم. الماتش طبع. ده مبادي وقيم انتصرت على حاجات كثيره كان في بقى حاجه لو هم مش هيجيبوها انا بقى هطلعها يا هم نسيوها انا اسف مش قصدي حاجه ايه, إيه قول لي ازاي يعني يعني نجيب تاريخ الناشين وما نجيبش المخلصين اللي منهم من الكابتن اسامه حسني آه،, آه. <applause> اه انا مش عايز انا عايز حضرتك تعالى لي بعد اذنك انت كده بتفاجئني على الهوا اه انا انا مش معرفك ما والله ارجوك حضرتك تقول لي بقى انت اللي تقول انا مش هتكلم الكابتن اسامه حسن, حسن احد الثمار المتميزه قطاع الناشئين حلم حياتي تحقق ببلاش على ما يهوب اختارني الكابتن على فعلا الشربيني اشاد بموهبتي كان هو مدير قطاع الناشين وقتها ايوه كابتن شبت. شطه فتحي مبروك الكابتن ضياء السيد صالح اصحاب الفضل وصالح. صالح اصحاب الفضل محمود صالح نصائح وليد وهادي ليه بالالتزام والانضباط ولا تفوق واشعر بالسعاده بجوار بلال وخالد بيبو مدير الكره دلوقتي سبحان <تصفيق> الله <تصفيق> انا انا ماليش وقت انا عايب بس خمس ثواني م. حضرتك دلوقتي تربيت في نادي الأهلي النادي الاهلي وفي ناشئين النادي الاهلي المفروض حضرتك تختم الحته ديت ايه ايه ناشئين النادي الاهلي؟ ايه اللي شفته في النادي حلو وانا مش هتكلم بقى حضرتك لا في النادي الاهلي طبعا انت بتتعلم حاجات كتير من لحظه دخولك يعني الالتزام، الانضباط، احترام المنافس، دايما بتلعب بجديه، بتلعب دايما على المكسب، روح المنافسه، لا حاجات كتير بتتعلمها داخل النادي الاهلي طبعا. واحنا عارفين قدر الكابتن اسامه حسني ونقول على الاخلاق والادب ما هو ده من نشيد النادي الاهلي كل النجوم الكبار كابتن كل النجوم الكبار بدأوا من نادي الاهلي هم رمز وصوره مضيئه للنادي الاهلي شرفتنا ونورتنا يا استاذ محمد نعم. وسعدت بفقرتك وكانت فقره مميزه وان شاء الله هيكون لينا فقرات معاك تانية قريب كتير بشرف ان شاء الله بس محتاجينك تحضر وتحضر عشان ارشيف الناشئين حاضر كبير يعني ممتد وكبير 100 سنه اه طبعا 100 سنه مم. وناس مش يعني. ما نعرفش يعني في ناشئين ما حدش حاجه مم. في التاريخ زمان غير دلوقتي. م. أنا أشكرك يا كابتن وأنا معاك أنا عايز أنا عايز أقعد أكتر من كده وأقول إن شاء الله لي... لينا فترة آه. تانية بإذن الله بشكرك شكراً جزيلاً بشكر الأستاذ محمد صادق بابا. نروح لفاصل وبعد الفاصل الناقد الرياضي الأهلاوي الكبير الأستاذ أسامة السويسي بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد فقرتنا دلوقتي يعني مع ناقد رياضي اهلاوي كبير الاستاذ اسامه السويسي اللي مشرفنا النهارده منورنا يا استاذ اسامه نور نورك كابتن اسامه فرصه سعيده جدا ان انا اكون معاك ومع مشاهدي قناه النادي الاهلي بيتنا الكبير ما ينفعش تكون اجازه في مصر وما تشرفناش في قناه الاهلي ده شرف عظيم ليا شرف عظيم ليا خلينا الاول نبتدي بقى يعني برنامجنا برنامج الاشبال نتكلم عن الاشبال. مم. شايف تجربه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ازاي؟ البعض كان بيقعد يتكلم وينتقد وقطاع الناشئين في النادي الاهلي ما بيطلعش، لكن لما بتشوف بالارقام وبالاسماء الفتره الاخيره مم. هتلاقي مصطفى شوبير طلع الفريق الاول من قطاع الناشئين، محمد عبد المنعم، احمد عبد القادر واخيرا الولد الصغير مواليد 2005 معتز محمد المساك اللي ظهر في مباراه المصري مم. وطبعا في رافت خليل في محمد أش... في لعيبه كتير مم. واحمد نبيل كوكا واحمد نبيل كوكا طبعا لو هنبدا لو بحراسه المرمى بسم الله ما شاء الله آه. عندنا قائد الاهلي محمد الشناوي واحد من ابناء الاهلي واحد الأهل. من ابناء الثلاث حراس اللي معاه مين مصطفى شوبير مصطفى مخلوف حمزه علاء مصطفى مخلوف وبسم الله ما شاء الله يعني بتتكلم صح مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف آه. ومحمد الشناوي ولاد النادي الاهلي يعني بتتكلم اربع حراس مرمى النادي الاهلي حاليا م. منهم ثلاثة آه. يعتبروا طالعين من من قطاع الناشئين اه ومصطفى مخلوف من قطاع مخ... الناشئين برضه وبسم الله سنتين. ما شاء الله لسه جاي م. لسه في حازم كمان آه. مواليد 2000 حازم الفين. كامل اه 2005 آه. بسم الله ما شاء الله آه. يعني بس انا عايز اقول حاجه يعني هو طبعا احنا كلنا عارفين ان متفقين ان النادي الاهلي مش هدفه في قطاع الناشئين البطولات اه مع ان النادي الاهلي هو صاحب الرصيد الاوفر من البطولات في بطولات م. الجمهوريه في كل قطاع الناشئين يمكن السنه دي كمان كسبانين ثلاث ثلاث القاب صح؟ حقيقه من كم. خمس بطولات جمهوريه خم... النادي آه. الاهلي فاز بثلاثه والاهم عندنا تملي بنبص التصعيد للفريق الاول ودعم الفريق الاول. م. طيب انا عايز بس آآ 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 انشط ذاكره الساده المشاهدين م. الموسم اللي فات الموسم اللي فات انا عندي 14 لاعب بيلعبوا اساسيين في الدوري الممتاز من من قطاع الناشئين في النادي م. الاهلي مدخلين للنادي الاهلي كام لا يقل عن 30 مليون جنيه نستعرض الاسماء كده مع بعض سريعا نستعرض محمد مغربي م. احمد سيد عبد النبي عمار حمدي محمد نصير العربي بدر عبد الرحمن مانو احمد اشرف زياد طارق مصطفى البدري محمد حمدي احمد سيد غريب مصطفى فوزي فهد جمعه محمد ياسر محمد ياسر اللي احنا عرضنا الهدف بتاعه ومعار و... و... للنادي في التشيك بسم الله ما شاء الله عندك 14 لاعب اعاره من قطاع الناشئين في النادي الاهلي فتيجي تقول لي قطاع الناشئين ما بيطلعش لعيبه لا دي اللعيبه دي كلها وعندك في الفريق الاول موجود دلوقتي حاليا زي ما قلنا حراس المرمى الثلاثه اللي مع قائد الفريق محمد الشناوي محمد وعندك محمد عبد المنعم من ولاد الاهلي محمد هاني من ابناء النادي الاهلي وعندك من الصاعدين جداد اللي اثبتوا وجودهم واستغلوا الفرصه كابتن ورامي ربيعه, وغيره وغيره واحمد وغير وغير عبد القادر وغيره وغيره وغير اسماء مش لا حصر لها ولكن هتيجي تقول لي اللعيبه طب انا ما في احمد نبيل كوكا بسم مم. الله ما شاء الله مستقبل خط النص في مصر مم. مم. مستقبل عجبك النص. مع المنتخب الاولمبي كمان مليون في المية كاس كانت جات فرصه جات في كانت فرصه ان هو يثبت وجوده ويثبت جدارته باللعب م. مع الفريق الاول م. مساله اللعب والاستمراريه دي بترجع لظروف تانية م. ظروف تانية خالص ظروف المسابقه ظروف المدير الفني طبعا انت اديله في الوقت المناسب ولكن على على سبيل التصعيد لا انا عندي التصعيد وانتوا كجماهير للنادي الاهلي اللي بتقولوا انتوا اللي بتطالبوا بلعيبه النادي الاهلي زي احمد ياسر ريان ما هو ده من زي محمد شكري ما هو ده من قطاع الناشئين وغيره وغيره لو عديت الاسماء مش هنخلص النهارده الاسماء بسم الله ما شاء الله اسماء كل وانت بتتكلم على الاسماء معانا دلوقتي بيعرضوا صور محمد مغربي كل اللعيبه اللي كانوا عارض السنه اللي فاتت أه. انا عايز اقول لك ان قطاع الناشئين انا تحديدا في فرقه فرقه مواليد 2005 م. دي فرقه متابعها كويس جدا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله فيها اكتر من لاعب يمكن تصعد منهم أوه. كمان والناس شافت معتز معتز محمد السرد باك اللي لعب واثبت وجوده مع الفريق الاول مم. ده مواليد 2005 مم. معاه كمان تم تصعيد بعض اللعيبه زي محمد زعلوك مم. المهاجم آه المهاجم ومحمد كاباكا لعيب كويس جدا وبغير دول كمان في ناس آه لسه في الطريق يعني لو خدوا الفرصه وتصعدوا الفريق الاول زي آه عمرو خالد بيبو حاجه كده قريبه من ابوه وكمان يوسف سيد عبد الحفيظ برضو حاجه بسم الله ما شاء م. الله يعني غير غير ده كباقه ده النادي الاهلي اشتراه السنه دي من وادي دجله برضو واحد من العناصر المبشره في نص الملعب وعندك كمان يوسف عفيفي اه ابن مخرجنا محمد عفيفي وعندك كمان فارس خالد عبد اللطيف ده لعيب برضو ارتكاز على الدايره بسم الله وفي بستنجي راح عرى سموحه في سيف أيمن واحد من اللاعيبه المميزه ايضا في الفرقة دي, الفرقه دي بصراحه مليئه بالمواهب محمد دي. رأفت كمان واحد من هدافي الفرقه دي حاسمين الدوري ايه؟ اه بفرق بسم الله ما شاء الله على صعيد الفريق الاول طب عايز اسألك سؤال بقى مم. انت راجل صحفي كبير وشغال في المهنه دي بقالك سنين مم. وانا كنت بستعرض مع الاستاذ محمد صادق من شويه ارشيف الصحافه وبيأرخوا فتره الناشئين مم. ليه دلوقتي الصحافه خاصة المصرية مقلة في حتة الناشئين والصحف الكبيرة تخصص صفحات للناشئين، هل ده موجود بكثافة زي زمان؟ لا طبعاً ولا ده اختفى لا شوية؟ لا طبعاً هو كمان هي مسألة مش في مسألة الصحافة نفسها، الصحافة المطبوعة السوق بتاعها بقى صعب جداً في ظل الصحافة الالكترونية، الصحافة الالكترونية اكتسحت السوشيال ميديا بقى هو الأساس، الويب سايت بقى هو الأساس، فبالتالي كل التركيز على النجوم والفريق الاول وكده اتمنى ان حد يعمل حاجه متخصصه في موضوع قطاع الناشئين لكن انا شخصيا في وجودي بره مصر بتابع من خلال صفحات النادي الاهلي للشباب مكتوب صفحات النادي الاهلي بتعرض الماتشات وبتعرض اللقطات وبتعرض النتائج اول باول بسم الله ما شاء الله عندك في فريق 2006 كمان في حاجتين في جوهرتين عندنا في 2006 عندنا حسام عادل الهداف حسام وابراهيم حسام, حسام وابراهيم بس اه بس حسام بقى كمان اللي هو الفرود ده بسم الله ما شاء الله ده بقى انتظروا عماد متعب الجديد آه حقيقة. وكمان عمر سيد معوض اه يعني موهوبتين في في قطاع الناشئين فبسم الله ما شاء مش الله متابع جيد اه لا لازم طبعا اي حاجه تخص النادي الاهلي لازم الواحد يبقى مركز فيها ومتابع فيها وخاصه ان ده المستقبل لان النادي الاهلي طول عمره طول عمره بيعتمد على ابناء ونشيد مدرسه النادي الاهلي دول ده الامتداد وده أم. الارث بتاعك أم. ده الارث اللي جاي وعلشان الناس برضو بتظلم يعني انا شايف برضو الناس بتظلم انا شخصيا بقالي ثلاث اربع سنين بتابع موضوع قطاع الناشئين بروح الفجر علشان اقابل اصحاب المدربين من أم. الفجر في النادي الاهلي مدينه نصر آه. الناس بتشتغل اتعمل حسام ابراهيم وانت بتتكلم عن حسام أيوه. ابراهيم اثنين من المواقف أيوه. 2006 لك صورتهم لما كانوا اسامي مكان, مكان, مكان الله. نعم وان آه. شاء الله انتظروهم وانتظروا حاجات مبشره وحاجات مفرحه جدا آه. آه. اتعمل طفره في قطاع الناشئين في النادي الاهلي آه. مع الكابتن خالد بيبو اتمنى له آه. كل التوفيق توفيق. في المهمه بتاعته الجديده آه. لكن عمل طفره عمل ملاعب عمل اكاديميه عمل غرف ملابس مختلفه عمل عمل شغل عم... وان شاء الله كابتن وليد سليمان ومعاه كابتن مسيرة. مؤمن زكريا آه ان شاء الله يكملوا المسيره ما تقلقش على مستقبل النادي الاهلي مستقبل النادي الاهلي بخير اطمئنوا تماما الاهلي استثنائي كان مهم جدا ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب يعمل حفل علشان جمهوره يحتفل انت عارف كم الضغوطات في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي ولاعبه النادي الاهلي وكل شباب النادي ما بيلحقش يحتفل من بطوله لبطوله فالسنه دي فرصه بقى في اجازه اللعيبه تريح الناس تاخد تلتقط الانفاس فكان مهم في موسم استثنائي الاهلي بيحصد في اليابس والاخضر وكل شيء انه يعمل حفل ومؤكد ان هيكون النجم الاول ليها هو جمهور نادي الاهلي اللي الكابتن محمود الخطيب وكل رموز النادي الاهلي بيقولوا ان النادي الاهلي هو درعه وسيفه وسر انتصاراته وسر انجازاته هو جماهيره كمان جه يوم الوفاء بكره هيكون يوم الوفاء يوم الوفاء لموسم استثنائي في كل الالعاب مم. لموسم استثنائي في كل الالعاب السر فيه السر فيه يا كابتن اسامه ان الموسمين اللي فاتوا حصل عندنا ضرب او حصل كبو على صعيد الكوره او على صعيد بعض اللعبات او على او او او, أو, أو. نادي الاهلي اساس نجاحه انه بيشوف الاخطاء بيعترف بيها بيعترف بيها بدايه العلاج وبيوعد جماهيره انه هيصلح الاخطاء دي وده اللي حصل من الكابتن محمود الخطيب يمكن تفتكر رغم ان كل الناس شافت وعارفه ان انت خسرت دوري وكاس بفعل فاعل بسبب فار وبسبب تحكيم وبسبب وخسرت بطوله افريقيا وانت بتلعب النهائي ثالث مره على التوالي بسبب الجواب اللي استخبى آه. وغيره ولكن الكابتن محمود الخطيب قال بغض النظر عن كل الكلام ده احنا هنشوف اخطائنا في اخطاء هنعالجها في تدعيمات هتحصل وده اللي حصل مم. ودي النتيجه الطبيعيه لما تبقى واخد خمسه بطولات العلامه الكامله كره قدم مم. انت واخد خمس البطوله الوحيده اللي خسرتها هي كاس العالم وخسرته قدام مين؟ ريال مدريد قدام ريال مدريد مم. تيجي تلعب في سنه واحده اللي هي 2023 عشرين، النادي عشرين الوحيد في العالم اللي هيلعب اربعه كاس عالم مم. كاس عالم كره قدم كره قدم في المغرب و في السعودية هتكون في السعودية مع اللي بقول لك في 2023 اه لعبت انت واحدة في المغرب وهتلعب وهتلعب واحدة في السعودية. في السعودية وهتلعب آه سوبر جلوب كأس عالم لكرة اليد في السعودية وهتلعب بالسل. كأس عالم لكرة السلة لنجوم كرة السلة أرقام تاريخية لنا أرقام تاريخ كرة السلة رجال وسيدات اكتساح م. كل البطولات كرة اليد رجال واخد م. دوري واخد كأس مصر واخد سوبر أفريقي مهلك إلى كاس العالم كره اليد للسيدات مم. دوري وكاس كره الطايره حتى اللي عليها علامه استفهام من بعض الاهلاويه اللي هم الاهلاويه طبعا عايزين كل انت حاجه متساوي حتى مع الزمالك لا ده انت كره الطايره الرجال واخد سوبر آه. واخد بطوله عربيه وخسرت دوري وكاس اه اوكي يعني انت حتى متساوي معاه انت خدت بطولتين وهو <applause> خد بطولتين في الموسم اللي هو يعني ده انت المسأله. روح, للسيدات ل... بقى اللي افضل روح افضل للسي... شيء يعني روح انت لس... تساويت لا انا عايز اقف عند نقطه الطايره رجال مم. يعني انت أخذت بطولتين والزمان خد بطولتين فانت تساويت معاه كمان في عدد البطولات اللي هو شايف ان انا يعني عاد بالنسبه لي موسم انجاز واعتذرت واعتذرت عن, عن البطولة, البطوله الافريقيه اللي هي مؤهله الأفريقية البطوله الافريقيه المؤهله لكاس العالم طيب كره كره الطايره سيدات اللي متاخد منك خمسه خمس لاعبات متاخدين منك واخد دوري وكاس مصر واخد واخد دوري واخد دوري وكاس سوبر سوري آه. تمام واخد السوبر واخد الدوري وخسرت كأس مصر ده بخلاف تنس الطاولة ألعاب الماء أه كرة الماء والسباحة والكاراتيه م. وكمان ما ننساش أه النجم العالمي بطل العالم مصطفى عسل ما ده في الاسكواش طبعا بطل العالم في السكواش. وكمان السنة دي كمان احتفلت بافتتاح الفرع الرابع تجمع الخامس واتفقت كمان على الفرع الخامس العلمين. في في العالمين لسه بقى الفرع السادس عارف ليه؟ <applause> عشان يبقى يبقى ستة واحد <applause> آه. ستة واحد ده رقم حلو بالنسبة للأهلاوية يتفاعل بيه آه. الأهلاوية المهم بقى في كل الكلام آه. ده عايز أقول لك إن يعني في بعد كل الكلام ده وبعد م. كل النجاحات دي كنا بنسمع ناس بتقول لمجلس إدارة النادي الأهلي بيدعو مجلس إدارة النادي الأهلي إنه ياخد معايشة عند مجلس إدارة تاني على اساس اتعلم فن الاداره. طب يا سيدي ده احنا رحنا ما لقيناش حد يا بيه ما لقيناش حد يا بيه اللي انت كنت عايزهم يدونا معايشه. مم. فغريب منطق غريب جدا ومع هذا تلاقي يا كابتن اسامه ان في انتقادات ما بتتوقفش على النادي الاهلي من بعض كمان المحسوبين على النادي الاهلي. طب انت عايز ايه بعد الموسم الاستثناء التاريخي ده؟ عاوز ايه؟ المشكلة إن بعض المندفعين أو المتحمسين بيمشوا ورا الكلام ده. لكن تيجي تقول لي التقييم لا ده بس الأهلوية الفاهمين العاشقين المحبين الداعمين عارفين عارفين الطريق الصح ودايما في ظهر ناديهم وهو وصدارتهم و... و... الفنية وهو ده سر نجاح النادي الأهلي إن جمهورك هو درعك وسيفك الحقيقي وعنده وعي باللي بيحصل في أه الدنيا ماشيه ازاي؟ ولكن مفيش مجال للمقارنه كابتن اسامه، مفيش مجال للمقارنه، ارقامك كدوري 43، المنافس كام؟ 14، اقرب آه منافس ليك، لا ده انت المنافسين كلهم جمعت كل الانديه مش هيوصلوا نصك. اه فالمسأله على حتى مش على المستوى المحلي كمان على المستوى الافريقي كمان وكمان مدخل 12 بطوله افريقيه شوف مشاركتك في كاس العالم للانديه وكمان مدخل للنادي ارقام خياليه ارقام خياليه مدخل عمله صعبه مدخل رعايه تاريخيه مدخل عشان في ناس عماله برضه بتسال اليومين دول يقول لك هو النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ م. لا النادي الاهلي بيجيب فلوس النادي الاهلي مشارك في بطوله العالم لعبت ومشاركت في كاس عالم طب بمناسبه حته الفلوس والكلام دي في ظاهره الفتره دي مم. بنشوف في بعض الانديه بعض الانديه تتعاقد مع اللعيبه حته مستحقات اللعيبه الانديه ما بتدفعش اللعيب يرفع شكوى في اتحاد الكوره في الاتحاد الدولي بعض الكلام ده ما تلاقوش في النادي الاهلي دايما النادي الاهلي ملتزم، دايما النادي الاهلي بيحترم عقوده، دايما النادي الاهلي ملتزم مع اجهزته الفنيه، مع لاعبيه، حتى بعد انتهاء مده مدير فني او لاعب لما بيمشي شوف الكلام اللي بيقوله عن النادي الاهلي، ومدى الاحترام اللي بيقوله عن النادي الاهلي. علشان ايه؟ علشان آه. لقى كل التقدير تعامل مع منظومه محترفه محترمه. حقيقي. تعامل مع منظومه محترفه محترمه علشان كده بيفضل مم. ذكرى النادي الاهلي ذكرى طيبه لدى كل من يتعامل معاه سواء مدرب او, أو لعيب ليه مم. عمرك شفت النادي الاهلي بيمشي مدرب من الملعب للمطار لا طبعا عمرك شفت مدرب في النادي الاهلي بيلجا للسفاره بتاعته مم. علشان خاطر تحميه من بطش النادي اللي بيدربه وعايز يسافر مم. عمرك شفت ان النادي الاهلي ليه مستحقات عند أو لعيب او مدرب ليه مستحقات على النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتوقف القيد بسبب الكلام ده النادي الاهلي لو ظهرت حاجه زي كده وبشكل غير مقصود بتنتهي في المهد شوف موسيماني لما راح على النادي الاهلي كلامه وكل تصريحاته عن النادي الاهلي ومسؤوليه وجماهير النادي الاهلي شوف كارتيرون المدرب الفرنسي لما مشي من النادي الاهلي احترامه وتقديره للنادي حتى المدرب سوارش المدرب البرتغالي اللي ما عادش معهم صحيح صحيح او كام يوم النهارده برضو تقدير واحترام النادي الاهلي ودائما تصريحاته عن النادي الاهلي صحيح <applause> وليه لانه انا لما ادخل بيت وهلاقي البيت ده بيحترمني وبيتعامل معايا باحترام ومديني حقي <applause> ما طبيعي ان انا هقول هقول فيه كلام محترم هقول <applause> فيه شعر طب عايز ازيدك من الشعر بيت <applause> يعني انا حضرت وانا صحفي هنا انتقال حسام ابراهيم الى نادي الزمالك حاجه يعني كانت حاجه كانت واو قوي مم. وصفقه كسرت الدنيا واو وناس كتيره كانت بدات تتكلم وكذا 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 حسام وابراهيم بعد ما راحوا الزمالك كانوا واخدين الدوري مع الاهلي كابتن عماد اليمان الله يرحمه اتصل بيهم قال لهم تعالوا خدوا بقيه مكافاه الدوري مستحقاتكم مستحقاتهم هم لعيبه فين في الزمالك في الزمالك لدرجه ان هم اندهشوا مم. ده بجد قال لهم اه بجد دي فلوسكم فده الطبيعي النادي الاهلي ما بياكلش حق حد النادي الاهلي ما بياكلش اي حق اللي بيقدم خدمه اللي بيعرق نقطه عرق في النادي الاهلي مصري اجنبي بياخد حقه حقيقة. امام عاشور نعم. شايف صفقه امام عاشور ازاي مع النادي الاهلي لعيب مبشر لعيب واعد في الكره المصريه لمبارياته في منتخب مصر المهمه عودته او رجوعه من الاحتراف للنادي الاهلي واختياره للنادي الاهلي صفقه مهمه مليون في الميه خاصه كمان بعد الرحيل حمدي فتحي اللي بنقول له شكرا على الاداء السنوات اللي قضيتها في النادي الاهلي حتى خروجه لما راح الدوري القطري هناك شفنا الجاليه المصريه وشفنا ربطه الاهلي هناك في قطر استقبلته استقبال كبير وحتى في المباريات هناك دعم ومسانده كبيره لحمد حاليا بيلعب في دوري ابطال اسيا مباراه مع بطل مع فريق من أوزبكستان حاليا حمد فتح حاليا واحنا دلوقتي أوه. وربطة النادي الاهلي في 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 قطر بصراحه بقياده المستشار حسام ابو العيله عاملين عاملين شكل مختلف تماما يعني م. يعني ده ظهر في كل المناسبات اللي بيكون فيها ظهور للنادي الاهلي حتى في الظروف الصعبه ظروف كورونا كانت الرابطه موجوده كانت موجوده في كاس العالم كانت موجوده في كاس صراحة السوبر هناك رائع آه. اللي بعثت النادي الاهلي في المطار وفي الأوتيل وفي المباريات وفي المباريات آه. لدرجه ان جيان انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي آه. لكره القدم وكان الحضور 40% بس من نسبه الحضور <applause> في المدرجات قال ان جمهور النادي الاهلي هو سبب نجاح كاس العالم لان أنا فاكر مباراه الاهلي مع الفريق بالميراس ب... بالميراس البرازيلي بالميرس. اتلعبت وبعدها مباراه بايرن ميونخ صحيح وكان بقاء جمهور النادي ده ويعني و... كان هو اللي يعتبر نجح كاس العالم الأندية اجواء وكافر. كانت اجواء انا كنت في الملعب سنية. وعلى فكره البطوله دي حضرتها من ثالثه شمال آه. كنت مصر قلب ان انا الجمهور. كنت مصر ان انا ابقى وسط جمهور النادي الاهلي اجواء انا حضرتها بقى من قلب الملعب في القاعه آه. اللي كنا قاعدين فيها صحيح ما عرفناش نتقابل ما ينفعش <applause> نتحرك بره ما عرفناش نتقابل <applause> ولا نسلم آه. عليكم حتى بس آه. وجود النادي الاهلي الحمد لله دلوقتي النادي الاهلي اسم وبراند عالمي النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم للمره التاسعه وكمان ضمن المشاركه آه في كاس العالم الموسعه اللي هتكون بمشاركه 32 نادي اه ربنا يكون في عون اي منافس ثاني محلي لان النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد من ساعه كاس العالم ما اتلعبت اي منافس مصري علشان ينافس على فرصه اللعب في كاس العالم مش هتكون قبل 20 29 او 20 30 موسم 20 29 هياخدني حته الجمهور انت بتتكلم عن رابطه الاهلي في قطر الشعبيه دايما مم. يطلع البعض ينادي احنا الاكثر شعبيه احنا الاكثر شعبيه لكن لما بتيجي مباريات في الخليج ونشوف الاهلي وهو بيلعب في الاستاد قدام فريق سعودي وقدام فريق اماراتي وقدام فريق عارف ايا كان الفريق حيو. في الكويت في الامارات شوف كم الجمهور نادي الاهلي حتى هسيبك تكمل حتى بعد اعتذار الزمالك في السوبر في الامارات وبيراميدز حل محل الزمالك شوف نجاح البطوله او نجاح المباراه بحضور جمهور النادي الاهلي الملعب. بسم الله ما شاء الله. هو أه. أه. ممكن يقول لك ايه؟ مين الاكثر شعبيه؟ اصل دول أه. المصريين اللي عايشين في الخليج أه. وشعبيتهم كان احنا بتحسبها كانك في مصر. اه اوكي؟ عارف انا السنه دي في في بدايه السنه دي كانت في بطوله كاس الخليج في العراق م. وكنت موفد من قناه الكاس ان انا اغطي البطوله دي م. فعلشان موضوع الشعبيه وموضوع الكلام دوت كان موجود معايا في في نفس فندق الاقامه فندق الصحفيين مخصص للصحفيين مجموعه من الصحفيين من كل الوطن العربي م. فعملت معاهم لقاءات عن موضوع الشعبيه الاهلي والزمالك في الوطن العربي ومشكورا الاخوه الاعزاء في ملك وكتابه آه. خدوا التقرير وعرضوه، مم. كلام مش عايز اقول لك يعني مم. كلام من عُمان، من السودان، من العراق، من قطر، من الامارات، من من كل الدول العربيه من, من سوريا، من الاردن، من لبنان كل الناس أهلوية طب فين الزملكاويه؟ اه ما يعني يعني معلش ما يعني انا عايش في الخليج من 2004 من 2004 انا عايش في خ... اسالني م. قول لي ما انت عاي... انا تنقلت ما بين الامارات وبين آه قطر انا بحسبها اول شوف حسابات الاهلي على السوشيال ميديا هتلاقي الاهلي الاكبر في الوطن العربي في افريقيا الحاجه الثانيه شوف كاس العالم في اليد اللي كان في السعودية وكان في السعودية شوف الحضور الجماهيري لجماهير النادي الأهلي شوف الحضور الجماهيري في, في, البطولة في البطولة العربية كرة السلة كرة السلة شوف الحضور الجماهيري في الإمارات كأس العالم للأندية كرة القدم في الإمارات هناك في الامارات، شوف الحضور الجماهيري في قطر في كأس العالم للأندية وهيشوفوا في السعودية في السعودية في بطولة الهاندبول وفي كرة القدم ولسه اللي جاي وشوف في سنغافورة في بطولة كأس العالم في السلة وشوف في يعني كأس العالم في آه. أمريكا آه. اللي هتتعمل بمشاركة 32 آه. نادي، يعني لا النادي الأهلي يعني الشعبية, الشعبية. مش كده هي كلمة آه. هي هي بتتشاف من. بس احنا عدينا موضوع آه. امام عاشور ما لسه هجيب طبعا عشان عليه لان صفقه 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 2023 مؤكد م. يعني م. امام عاشور هو صفقه 2023 بكل ما تحمله الكلمه من معاني لعيب دولي لعيب جوكر مميزاته لعيب... اه لعيب بيلعب في اكتر من اربع خمس مراكز يعني لعيب بيدي مرونه للمدير الفني باختيار مارسيل كولر عشان م. الناس لازم تبقى عارفه ان مارسيل كولر ما وافقش على احتراف حمد فتح. حمد فتح إلا لما تأكد أن الموضوع رتوش أخيرة في التعاقد ما بين النادي الأهلي وما بين ميتلاند الدنماركي عشان الناس برضو تبقى عارفة أمام عاشور هو جاي لعيب من ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي م. عشان موضوع الكباري ومش الكباري و... في كوبري ب 3 مليون دولار انا مش فاهم <applause> انا مش عارف كوبري و... متصنع من ايه دا. بتتكلم على كباري جديده لسه هتتعمل ب 8 مليون دولار وب 10 مليون يا جماعه في ايه اذا كان المتحدث يعني مستمع فالمساله لازم يبقى فيها هدوء. هدوء 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 شويه هدوء ركز وبص في ورقتك علشان تنجح أوه. وهي ت... دي نفس الاهلي قافل على نفسه ناس مركزه في طريقها ما بتسمعش كتير مركزه اطلاقا يا كابتن اسامه أنا, انا واحد محسوب على على النادي الاهلي اعلامي محسوب على النادي الاهلي حتى لو مش بشكل رسمي انا بشتغل بره اه لكن محسوب على النادي الاهلي معروف ان انا واحد من ابناء <applause> مجله النادي الاهلي وما زلت مرتبط بمجله الاهلي وعندي مقال في مجله النادي الاهلي عاوز اقول لك مثلا من بين اربع خمس عشر تغريدات ممكن اكتب تغريده عن المنافس علشان اوضح حاجه عشان اوضح حاجه واخد بالك بس من ناديك اه لكن عمري ما هركز في انك انت يبقى 90% من وقتي على النادي الاهلي مم. يعني لو كنت هتكلم ساعتين بقى انا بتكلم ساعه و50 دقيقه على النادي الاهلي و10 دقائق على النادي مم. بتاعي مم. ده هو ده منطق؟ مم. هو ده عقل مم. ويقول لك التعصب بيجي منين؟ ما هو التعصب بيجي من هنا. م. ركز في ناديك، ركز في انك انت تشوف اخطاء ناديك وعالجها وواجه م. علشان تبقى حاجه، لكن هتفضل ان انت عايز تسحبني وتشدني انا مش شايفك. م. انا ببص لاعلى، انا عندي اهداف وطموحات اكبر بكتير. م. انا وصلت للعالميه، انا وصلت للعالميه، يعني زي الترند بتاع الصيف ده. إيه؟ الترند بتاع الصيف ده لعيب يطلع يقول لك انا مش هلعب في الاهلي ابدا آه طب هو حد سمعنا ليك... سمعنا احنا حد سالك حد عرض عليك لا, لا. طب ايه هو كده ولا واحد تاني آه واحد تاني مدرب كل تجاربه ما فيش فيها نجاح ولو بنسبه 50% يقول لك عمري ما هدرب النادي الاهلي طب حضرتك حد عرض عليك طب هو مارسيل <applause> كولر ده يعني حد قال لك انه هيمشي وواحد تاني يقول لك انا مستحيل اعمل فيلم سينمائي يعني عن الكابتن محمود الخطيب لانه هيفشل خارجيا كابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم وهو أفلام أصلاً هو أفلامه اصلا هو اصلا ما بتشافش داخلية. مش عايز اقول لك مش عايز اقول لك يعني بغض النظر لكن انت كابتن محمود الخطيب اللي الفيفا بيعتبره احد الاساطير كره القدم واحد من اتنين مصريين بس خدوا الكرة الذهبية في تاريخ القارة الأفريقية هتيجي تقول لي مش الناس الناس اللي زي لا لا أنا بس عايز ما أختم ينفعش عايز أختم عايز أختم بحاجة لأن آه. في واحد تاني برضو قال لك إيه أنا مش ممكن أعمل أغنية للنادي الأهلي أبدا آه. وحد طلب منك إنك تعمل أغنية ده عدد الأغاني اللي اتعملت على النادي الأهلي مم. قد بطولات أندية منافسة طبعا طبعا ما ينفعش ما سألكش على رضا سليم سألنا مم. على إمام عاشور رضا سليم شاف صفقة رضا سليم ازاي برضه؟ هي الميزة في النادي الاهلي في إيه مش في الكم في النوع اه علشان بس في يعني ناس شاف السنة دي صفقتين لكن هيكونوا اضافة كبيرة وهيبقى لسه في الطريق لان لسه موسم الانتقالات ما اتقفلش فيعني عشان بس جمهور النادي الاهلي ما يقلقش لا اطمن الناس مم. شغالة وعارفة طموحاتك وعارفة وما مجلس ادارة بروح الفلنة الحمراء بيفكر مم. زيك زيه بالظبط رضا سليم اضافة غير طبيعية لعيب جناح لعيب سريع ويتحس فيه كده بروح الاهلي م. تحس الولد جاي عنده روح الاهلي م. ودي الميزه اللي وبعدين بقى إيه عن يعني يعني عنده عنده رصيد عنده م. رصيد في الكونفدراليه عامل عامل مسيره بسم الله ما شاء الله آه مش بس في صناعه الاهداف لا كمان في تسجيل الاهداف آه اضافه مهمه جدا اضافه نوعيه مهمه جدا للنادي الاهلي ما تنساش كمان انه النادي الاهلي استعاد بعض اللعيبه المعارين اللي هيكون ليهم دور في المسيره اللي جايه منهم كريم ندفيد أه طب كريم ندفيد عوده كريم ندفيد وصلاح محسن وصلاح محسن آه كل ده كل ده برؤيه من الثعلب آه. الثعلب آه. مارسيل كولر طب كولر بقى الموسم اللي انتهى مم. بخمس بطولات ابتدى في اتحاد المينستيري ابتدى في اتحاد المينستيري بعرضيه من معلول ومحمد عبد المنعم بيسجل وانتهى مم. بعرضيه من معلول محمد عبد المنعم بيسجل ده الموسم اللي فات الموسم اللي جاي بقى تقول ايه الكولر علشان ربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر برضو نحصد جميع البطولات او ايه اللي يركز عليه كولر في الموسم اللي جاي علشان النادي الاهلي يبقى برضو زي ما موسم استثنائي في كره القدم الموسم الجديد برضو يبقى موسم استثنائي للجمهور اولا عايز اقول لك انا بتفرج كنت مع مجموعه من الاصدقاء انا كنت في الدوحه ساعتها كنت بتفرج مع مجموعه من الاصدقاء على الفاينل على الفاينل لما جت الكوره الكوره الركنيه في الناحيه الدرجه الثالثه اه فقال لك يلا يا معلول قلت لهم لا لما تروح الناحيه الثانيه على الحته بتاعتنا الناحيه دي اه يعني لما جت عدت معلول الاول أيوة. قلت لما تيجي ناحيه قلت اليمين قلت لا لما تيجي ناحيه اليمين <applause> اول ما جت قلت له يلا يا معلول ومنعم ونخلص بقى من المشوار ده لان اعصابنا باظت اه والحمد لله يعني قالوا لي انت بيجي لك تنبيه على التليفون يبقى انت شفت عرفت ان الاهلي آه. جاب قلت لهم والله لا طب وش عرفني مين اللي هيلعب ومين اللي هيسجل حتى لو جالي تنبيه آه. فالميزه ان انت مارتيل كولر مدرب واقعي استفاد من الكبوه اللي حصلت للفريق يعني كان جاي بفكر بفكر هجومي بفكر اللعب مفتوح لما خسر في كاس العالم آه بنتيجة من إيه ريال مدريد وفلامينجو وبعدين خسر الخساره بتاعه سان, سان داونز بغض النظر عن اي حاجه حصلت مش هنقول بقى حر ولا ما بندورش لا استفدنا من الاخطاء قلنا هنرجع رجعنا آه علشان برضو الناس بتقول لك اصل اطهر الطاهر لولا اطهر الطاهر طب ما لولا محمد هاني ما هم مضيع قدام نفس الحارس في نفس الفريق في نفس الظروف توفيق انا مؤمن دايما التوفيق بيجي للمجتهد أيوة. اللي بيخلص واللي بيتعب ممكن تتعثر لكن ربنا هيديك في الاخر. هيديك في الاخر لانك اشتغلت واجتهدت آه. واللعيبه دي آه تستاهل آه تستاهل كل التحيه تستاهل ان احنا نرفع لهم القبعه م. عملوا موسم استثنائي موسم تاريخي م. وخدوا البطوله من نفس الملعب حقيقة. اللي آه خسروا فيه آه اللقب قدام الوداد وده يحسب لهم وده يحسب لهم آه مارسيل كولر يشكر جدا على يركز ومثل. على ايه بقى الفتره اللي جايه؟ اولا اولا لازم نشكره على تمسكه بالنادي الاهلي رغم طبعاً. الاغراءات طبعا الكتيره م. اللي اتعرضت عليه مؤخرا م. والشهر ده تحديدا م. اغراءات كتيره اتعرضت على مارسيل كولر ولكن مارسيل كولر تمسك بالنادي الاهلي عنده مشروع مع النادي الاهلي ان شاء الله راجل هادئ متزن كلامه قليل دايما يعني بيفكر بصوره ايجابيه وبهدوء والميزه انه ارى الموقف ودخل م. قلوب الاهلاويه وبدايه مانويل جوزيه جديده لان طبعا الساحر العبقري مانويل جوزيه الانجازات اللي عملها مع النادي الاهلي على مدار سنين طويله اتمنى ان مارسيل كولر ياخد نفس الفرصه مع النادي الاهلي مؤهل لده تماما التدعيمات بتتم حسب رغبته وبتلبيه لكل رغباته اضافات سواء على الصعيد اللعيبه او حتى على اتمنى من جمهور النادي الاهلي انه يفضل في ظهره يفضل مساند ليه لان ده هو سر نجاح النادي الاهلي جمهوره هو حماه جمهوره ده حماه شرفتنا ونورتنا يا استاذ اسامه وصراحه استمتعت بالحوار معاك ومنور مصر الشرف ليا وكل التوفيق ليك كابتن اسامه والجميع فرق النادي الاهلي يعملوا موسم تاريخي استثنائي ان شاء الله ونفرح بكره بتكريم اصحاب الانجاز ان شاء الله وانا بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله يكون لنا حلقات ثانيه كل اجازه دايما في بيتك ومنور قناتك يعني بيتي وقناتي طبعا اكيد اكيد بشكر حضراتكم شكرا جزيلا بكده وصلنا نهاية حلقتنا لكن بكره بقول لكل جمهور النادي الاهلي الساعه 8 خليكم مع قناه النادي الاهلي بكره في تغطيه خاصه لحفل الاهلي استثنائي بكره الساعه 8 ان شاء الله يكون في حفل يليق بالنادي الاهلي وبتكريم كل نجوم وكل الناس اللي اشتغلت في موسم استثناء عشان يكون في انجازات وفي كم البطولات الكبيره بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال